السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بالجميع، سعيد بلقائكم. نتكلم اليوم عن مشروع عصافير الزينة، العصافير الاسترالي. هل مشروع تربية عصافير الزينة مشروع مربح أم أن عصافير الزينة مجرد هواية؟ وكم تكلفة العصافير والإنتاج؟ تعالوا بنا لنتعرف في هذا المبحث حتى لا نتعرض للخسارة الفادحة. أولا، عصافير الزينة الأسترالي هي أرخص أنواع العصافير، وهناك الزبرة وهي أرخص من الأسترالي. يتراوح جوز العصافير الشغال من 100 إلى 120 على حسب مكان البيع، يعني مكان البيع قد يكون على الإنترنت وقد يكون في المحلات، وهذا قد يكون أغلى نسبيا، يعني في المحل قد يكون أغلى. يتراوح الجوز الشغال من 100 إلى 120، وقد يكون ب80 أو ب70 على حسب الوقت، على حسب الأسعار، على حسب المكان، على حسب درجة اللون للعصفور. فتختلف طبعا الألوان الفاتحة، بيكون عليها إقبال أحسن، وبيكون له يعني أسعارها ممكن تكون مرتفعة مثلا 10 جنيه عن الألوان اللي هي بتكون غامقة. لذلك لما تيجي تشتري حاول أنت تشتري الألوان اللي هي بتكون فاتحة. طيب، أما بالنسبة للقفص، فطبعا القفص برضك بيختلف على حسب الوقت وعلى حسب المكان اللي انت بتشتري منه. قد يكون ب35، قد يكون ب50، يعني ده أعلى شيء طبعا، يعني هو ممكن يكون ب20 ب35، يعني ده يعني الأسعار اللي هي المعقولة. طيب، بالنسبة للعش، العش بيتراوح من 10 جنيه ل15 ل20، أيضا على حسب المكان وعلى حسب العش نفسه، وكذلك أيضا القفص على حسب القفص نفسه، فممكن يكون ب10 جنيه، ممكن يكون ب15، ممكن يكون ب20، ممكن يكون ب35، ممكن يكون ب50. لكن قفص العصافير الأسترالي بتتراوح من يعني من 35، يعني ده السعر المناسب يعني المعتدل، وكله بيرجع برضك إلى حسب المكان وحسب الوقت وحسب الأسعار. أما بالنسبة للبلكم والفلارس، فطبعا البلكم والفلارس طبعا والدنيبة دوت الطعام المناسب لعصفور الزينة. طبعا عصفور الزينة ممكن اللي هو الأسترالي بياكل طبعا الجزر، بياكل الخيار، بياكل أنواع الخضروات. طيب، الجوز ممكن يتكلف 15 جنيه في الشهر، 15 جنيه في الشهر، يعني ممكن 150 جنيه في السنة. ماشي. بنقول أيضا أن الجوز الأسترالي بمشتملاته، بالقفص كله، بالعش، بالسقاية، بالأكالة، بكل شيء، ممكن يتراوح من 120 إلى 150 جنيه. برضك بنقول على حسب المكان وعلى حسب القفص وعلى حسب النوع وعلى حسب لون لون العصفور، وعلى حسب الوقت. الوقت أيضا، لأن كل وقت وليه أسعار، كل وقت وليه أسعار، لازم نراعي الكلام ده كويس جدا، وعلى حسب المكان اللي انت بتشتري منه. طيب، ممكن برضك نشتري جوز عصافير استرالي زغليل، وده طبعا بيكون ارخص كتير قوي من ان انت تشتري جوز شغال. يعني الجوز الشغال ممكن يتراوح من 80 ل100 جنيه ل120، لكن الجوز اللي هو الزغليل ده بقى ممكن يكون ب50 جنيه، ممكن يكون ب40، ممكن يكون ب60، على حسب برضك النوع ودرجة اللون وعلى حسب الوقت وعلى حسب المكان. لازم يا جماعة نراعي الكلام ده كويس جدا، على حسب الوقت، لأن كل وقت وليه أسعار. أنا الوقت بتكلم في في وقت معين، ليه سعر معين. طيب، عندنا بالنسبة لعصافير الاسترالي، العصافير دي طبعا انتاجها كتير جدا مقارنة بالبغبغاوات ومقارنة بالعصافير التانية. يعني عصفور مثلا الفشر مثلا ده بيكون انتاجه اقل. طيب، عصفور الكوكتيل ممكن يكون انتاجه اقل شوية من الاسترالي. العصافير الاسترالي بيكون انتاجها يعني كبير، ممكن تعمل في السنة 6 بطون، ممكن تعمل 4 بطون، كل واحد طبعا ورزقه. طيب، العصافير الاسترالي ده هي بنشوف ان الانتاج بتاعها كتير، لكن للأسف الانتاج بيكون قليل، يعني ممكن تبيع مثلا جوزين مثلا ب100 جنيه،
بخلاف مثلا جوز مثلا من الايه من الكوكتيل او جوز من البغبغاوات بيكون طبعا ثمنه غالي جدا جدا، فانت بيكون عندك انتاج كتير لكن للاسف بيكون الثمن بسيط ورخيص جدا. طيب يعني العصفور بنقول ممكن ياكل في السنه ب 150 جنيه، في حين ان هو مثلا لو جاب 4 بطون يعني مثلا لو جاب مثلا في السنه 350 جنيه، هو مثلا لو جاب 5 بطون هيجيب مثلا ايه، هيجيب مثلا قول مثلا نقول مثلا جاب 500 جنيه في السنه، هياكل مثلا ب 150 جنيه، يعني المكسب بتاعك 350 جنيه. ده في حاله مثلا يعني النصيب نفسه، لان ممكن الجوز يفضل السنه كلها وما يجيبش حاجه خالص، ما يجيبش ولا بط. فاحنا بنقول يعني عمليه ايه تقديريه. طيب العصافير الاسترالي ديت النمو بتاعها سريع مقارنه طبعا بالبغبغاوات، يعني العصافير الاسترالي بتبلغ على سن 6 شهور مقارنه طبعا بالبغبغاوات اللي هي ممكن تقعد سنتين وممكن تقعد 3 سنين، وفي انواع من البغبغاوات بتقعد 9 سنين عشان تبلغ، لكن العصافير بتبلغ بسرعه، يعني عند 6 شهور ممكن تبدا تجهز للايه لان هي تبدا تخش العش وتبدا تبيض. طيب العصافير الاسترالي من مميزاتها يا جماعه ان هي ما بتاخدش حيز كبير في او مكان، يعني هي ممكن تعلقها على الجدران، ممكن تحطها في البلكونه، يعني مشروع داخل البيت وكمان مشروع مريح للاعصاب، يعني ممكن كمان تطلع كده شويه في البلكونه وايه وتروق بالك من الدنيا مع اصوات الطيور الجميله. من مميزات المشروع دوت الاثاره والشوق، لما انت طبعا بتشوف العصافير بدات تحط بيض فانت يعني بتتطلع الى يا ترى هتجيب الوان ايه، يا ترى اللون هيبقى ايه، يا ترى الوان فواتح ولا الوان غوامق، لان ده عصفور اسمه عصفور زينه، فطبعا اللون بتاعه هو المتحكم فيه. طيب بالنسبه للعصافير يفضل ان انت تشتري العصافير من مكان ثقه، يعني لما تيجي تشتري عصفور الاسترالي اشتريه من مكان ثقه، يعني ما تروحش يعني تشتريه من مكان محلات مثلا ما فيش فيها ثقه، ممكن يدي لك ذكرين او ممكن يدي لك نتيتين، وطبعا دول ما تفضلوا مدى الحياه ما يبيضوش، وانت تفضل تقول يا ترى العصافير ما بتبيضش ليه، وفي الاخر العصافير طبعا الجنس بتاعهم ذكرين او نتيتين، فده مشكله كبيره. طبعا من مميزات عصافير الزينه ان هي سهله في التمييز الجنسي، يعني مقارنة بالبغبغاوات اللي انت ممكن ما تعرفش تفرق بين الذكر والانثى الا بعد فترة طويلة قوي، انما العصافير الاسترالي تقدر تميز بسهولة جدا بين الذكر والانثى. طيب بالنسبة يا جماعة للتسويق بتاعهم، التسويق بتاعهم بيكون من على النت بسهولة جدا. طيب لما نشوف العيوب بتاعتهم، اول حاجة العصفور دوت رخيص جدا مقارنة بغيره، العصفور ده رخيص جدا مقارنة بغيره من انواع العصافير. ايضا العصفور ده هو بنشوف لو انت مثلا عندك جوز فلل او انصاص او انجليزي ده بيكون غالي كتير جدا عن العصفور الاسترالي، مفيش دخل، يعني معاك مثلا 10 اجواز زغليل تلاقيهم كلهم مش جايبين 300 جنيه ولا 200 جنيه مقارنة طبعا بالأسعار التانية أو بالأنواع التانية، أسعار البغبغاوات اللي هي ممكن يعني تلاقي مثلا إيه، ممكن تلاقي مثلا فرد الدرة مثلا بتبيعه مثلا ب 700 جنيه أو ب 800 جنيه، بنلاحظ وده فرد واحد بس، يعني كده كده بياكل نفس الايه معدل نفس الاكل، يعني انت لو جبت انواع اغلى هي كده كده بتاكل نفس معدل الاكل، فانت كده وفرت في الاكل وكمان بقى معاك يعني مال محترم، يعني بتبيع الفرد او بتبيع الجوز بمبلغ محترم 1500 او مبلغ محترم بيكون معاك، انما ممكن تلاقي معاك انتاج كبير جدا لكن للاسف الانتاج ده كله ما بيجيبش مال، ما بيجيبش فلوس محترمه، تلاقي المبلغ كله مثلا 500 جنيه 200 جنيه 100 جنيه، لان الجوز مثلا ممكن يبقى مثلا ب 20 جنيه او ممكن قصدي الجوز بيبقى ب 40 جنيه ب 50 جنيه ب 60 جنيه ب 70 جنيه، اللي هو جوز الاسترالي لما بيكون السوق حلو قوي ممكن يوصل جوز الزغاليل ل 80 جنيه، ده لما يكون في تصدير بقى ويكون ايه الاسعار ايه حلوه، لكن بيبقى يمر ايضا وقت في السنه بيكون ما فيش تسويق ما فيش تصدير، التسويق وحش، انت بتحاول ان انت تبيع العصافير بس ما بتلاقيش، يعني مش لاقي حد عايز يشتري، يعني بيكون ثمن العصفور في الارض ممكن يوصل الجوز ل 20 جنيه اللي هي العصافير الزغاليل، فانت عايز تبيعهم لان هم بقائهم ايضا بيكلفك علف كبير قوي وكميه كبيره من الطعام بتهدر في الفاضي. طيب
بالنسبة للتسويق بتاعهم بيكون ايه، ممكن الى حد ما بيكون صعب شوية، لكن انت ممكن تستغل الايه النت وتبيع من عليه، لان طبعا اصحاب المحلات ممكن طبعا ايه بياخدوها بثمن رخيص جدا جدا. ايضا بالنسبة للعصافير التانية اللي هي مثلا الانواع التانية الانصاص الانجليزي، ده بيكون ممكن يكون احسن، يعني انتاجه اقل، لكن ممكن يكون انتاجه طبعا بيدي لك ايه، بيدي لك عائد او بيدي لك مبلغ محترم. بالنسبة لمناعة عصافير الاسترالي، طبعا المناعة حلوة كويسة إلى حد ما، لكن طبعا الأحجام الأكبر بيكون مناعتها أقوى، زي مثلا البغبغاوات الكوكتيل بيكون مناعتهم أقوى من الاسترالي. بنقول أيضا إن التاجر هو المتحكم وهو الكسبان على طول، إنما المربي ممكن يعني يتعرض للخسارة. عشان كده البعض بيقول إن مشروع عصافير الاسترالي ده هواية مش تجارة ومش مشروع. أيضا في مشكلة بتقابلك، ان العصافير الاسترالي محتاجه منك وقت، محتاجه منك ان انت تكون موجود باستمرار، ان انت تراعيهم باستمرار. ايضا تربيه عصافير الاسترالي في البلكونه بتكون مشكله كبيره، لان التيارات الهوائيه بتعمل لك مشكله كبيره، وممكن تؤدي الى نفوق وموت كتير قوي من الايه من العصافير، وكمان بتؤدي الى مشاكل في الانتاج، وبتؤدي الى كبس البيض. ايضا تربيه العصافير في البلكونه برضك بتؤدي الى مشكله، ايضا زي مثلا القشر، قشر الدنيبه وقشر البلكم والفلارس، ده برضك بيعمل لك مشكله في البيت طبعا، ودي مشكله كبيره طبعا مع الايه مع المدام وربنا يستر يعني. فبنقول ان يعني ايه، يعني حاول انت تفكر كويس قوي قبل ما تبدا مشروع العصافير الاسترالي، لان لها طبعا عيوب كبيره، والافضل ان انت تختار الانواع الاحسن زي البغبغاوات اللي دي بتكون ثمنها غالي، وطبعا زي بدل ما يعني تملى الجدران كلها بمثلا 100 جوز استرالي، ممكن تجيب جوز واحد بس من البغبغاوات، وممكن يعني بعش واحد فقط يجيب لك كل المبلغ، ويوفر عليك الاجهاد، ويوفر عليك الايه، ويوفر عليك التعب. وبكده نكون اتكلمنا عن مشروع عصافير الاسترالي، المميزات والعيوب. اتمنى تكونوا استفدتوا معايا، واللي وصل لاخر الفيديو ما ينساش يعمل اشتراك ويدعمنا بلايك وتعليق. والسلام عليكم ورحمة الله.